حتة جامدة قوي قوي وقررنا نعمل سفاري. بصوا شوف الأوضة بتاعتنا. ازيكم يا حبايبي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. جد لكم بقى النهارده بفلوج كده حلو قوي هيعجبكم جدا جدا. قررت انا وصحابي نطلع مع بعض رحله لشرم الشيخ، وهصور لكم بقى كل حاجه هتحصل في الرحله دي. هي الرحله عباره عن 3 ايام هنقضيهم وهنروح اماكن مختلفه، وهنروح دهب وهنروح سفاري وهنعمل حاجات كتير قوي مختلفه وجديده، حاجات انا اصلا بجربها لاول مره. فنشوف بقى الحاجات دي مع بعض، وان شاء الله الفلوج هيعجبكم جدا. اهم حاجه تتفرجوا على الفيديو للاخر، وما تنسوش اللايك الحلو بتاعكم، وما تنسوش لو انتوا تشوفونا لاول مره تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس، وتستمتعوا بقى باللي هيحصل كده والتجارب الجديده اللي احنا هنعملها. يا رب بس الفيديو يطلع حلو ويعجبكم. وصلنا الفندق خلاص. عايزه اوريكم الفندق اللي احنا حاجزين فيه، وافرجكم بقى على كل حاجه موجوده هنا. وصلنا يا جماعه. لا ده فيديو، ده فلوج كمان هينزل عليه. انا قررت، انا قررت ان هما هيطلعوا معايا. واحنا هنطلع بقى امتى؟ يعني هنطلع الساعه 2 الحين. طب احنا نقعد فين؟ نقعد فين لحد الساعه 2؟ لسه بدري قوي على الساعه 2 يا جماعه بجد. يا جماعه خلاص طالعين الاوض دلوقتي حالا، يلا بينا. تعملوا ايه؟ طب تعالي بقى نشيلها سوا. انتوا رحتوا فين؟ اي مشاكل عندكم وراكم نازلين. شكرا. حلوة. ايوه انتوا معاكم كرتين البشاميل صح؟ حلوة. تعالوا بقى نشوف الأوضة بتاعتنا. اهي. لطيفة على فكرة، حلوة. حلو. هو الباب ده أكيد حلو. أكيد مش هينفع. تعالي نشوف. عايز تشوف التواليت. لطيف لطيف لطيف. ممكن ادخل والله؟ اوكي اتفضلي. سمعت بجد يعني هي حلوه جدا، والاوتيل لطيف قوي بصراحه، عجبني جدا. وهصور لكم بقى ايه ما نيجي بقى نروح الحاجات التانيه. يا جماعه روحنا، المفروض دلوقتي بقى نطلع على البحر، وده اول يوم لينا لسه. نطلع على البحر بقى ونشوف الدنيا ايه. ده يا جماعه برده الفندق، دول صحابي، يلا بينا. رحنا اخدنا البشاكير رايحين على البحر. بنسأل على ايه؟ اوكي. طب هشوف الحوار ده وارجع لكم. حته جامده قوي قوي وقررنا نعمل سفاري. بصوا شكل الجبال بجد بجد، المكان تحفه قوي تحفه قوي قوي، وشكل بقى الشروق والشمس وهي بتطلع منظر تحفه قوي قوي حقيقي. بصوا بجد بجد شكله تحفه قوي. انا يا جماعه حبيت المكان ده قوي، حبيت المكان ده قوي، عايزه اجي على طول يعني بجد. صوري. يلا بينا بجد يعني. بس ان شاء الله بقى المره الجايه لما اجي هجي انا ومحمد بقى.
محمد بقى يجي معايا ونظبط كده يوم حلو قوي هنا. بصوا 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 منظر تحفة، منظر تحفة قوي، تحفة 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 بجد. حقيقي مبسوطة قوي، مبسوطة جدا على فكرة. يلا بقى نروح مكان جديد ونستنوا بقى، في مفاجآت جامدة قوي قوي في الفيديو ده، في مفاجآت تانية محضرها لكم، ونروح أماكن تانية كتير لسه. يلا بينا. كل شوية نخبط في بعض.